وعلى هامش ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لوفد مملكة البحرين في مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي والمنعقد في العاصمة بانكوك في مملكة تايلاند خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري تحت شعار آسيا واحدة قوى متنوعة، شارك وفد تجاري بحريني برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الفعاليات الاقتصادية المصاحبة للمؤتمر. وتضمنت الفعاليات الاقتصادية عددا من ورش العمل شارك فيها نخبة من خبراء المال والتمويل المصرفي والبنوك والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، تشمل عدة موضوعات منها عصر جديد من الربط المالي في آسيا، دور التقنيات الحديثة في تطوير الاقتصادات الآسيوية، تمويل البنية التحتية في آسيا والربط المالي الابتكاري المستدام في آسيا في القطاع الخاص بدول حوار التعاون الآسيوي. وقد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر شاركت مملكة البحرين بوفد تجاري في ورش العمل المصاحبة لقمة الحوار الآسيوي، وأكد أنه سيتم رفع توصيات بشأن التعاون الآسيوي في المجالات التجارية والمالية إلى اجتماع قادة ورؤساء الحكومات تتعلق بالاستدامة التنموية الآسيوية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.